ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بيتكلم عن روتين اليوم العنايه ببشرتي، فخليكم معايا لغايه اخر الفيديو عشان نعرف الخطوات بالتفصيل، ويلا بينا نبتدي. اول حاجه بستخدم غسول يورياج، هو كتير مثالي للبشره الدهنيه لانه بينظفها من الرواسب والجراثيم والرؤوس السوداء، وبينظم افراز الدهون بالبشره بدون ما يسبب ليها اي جفاف. بعدين ببتدي اجيب الفوريو انزلها بشويه مي وابتدي ادلك بيها البشره. الفوريو كتير حلو وفعال لانها بتنشط الدوره الدمويه بالوش، وبالتالي بتسهل امتصاص مستحضرات العنايه بالبشره. كمان هي بتنظف البشره بعمق جدا وبتشدها وبتخليها دايما نضره. بعدين بغسل وشي. بعدين ببتدي احضر مقشر الشاي الاخضر بالعسل الابيض. المقشر ده بعمله مره واحده بس بالشهر، بيكون عباره عن باكت شاي اخضر وبضيف عليه معلقه عسل ابيض. طبعا بستخدم الادوات كلها من السيليكون او الخشب عشان ما ضيعش فايده العسل. بعدين ببتدي احطه على وشي بالطريقه دي. هو من الماسكات المهمه جدا لانه مضاد للبكتيريا ومضاد للاكسده، كمان بيعالج التجاعيد والبقع وبيقلل المسام الواسعه. حلو جدا للبشره الدهنيه. وبسيبه على بشرتي لمدة 15 دقيقة، وبعدها ببتدي أدلكه بالطريقة دي كمقشر بس بلبس. وبعدين تغسلي وشك. بعدين ببتدي استخدم سيرم فيشي لانه اكيد البشره بتكون اجهدت. هو بيساعد على ترطيب وتغذيه ونضاره البشره بشكل اكثر فعاليه، كمان بيعمل رينوفيشن بشكل ملحوظ للبشره لانه بيحتوي على 89% من المياه الغنيه بالمعادن الطبيعيه. بعدين بجيب الماسكات الكوري، موجوده على جوميا، كتير حلوه جدا، انها بتظبط البشره في وقت قليل قوي. لو انت رايحه مناسبه وحاسه ان بشرتك مجهده، الماسكات دي بجد هي الحل السريع لاستعاده نضاره البشره. بتخليها على بشرتك لمده 15 دقيقه، والماسك ده ممكن تعمليه مره واحده في الاسبوع. بعد ما بتشيلي الماسك ده بتلاقي زي ليكويد متبقي، بتدلكيه على بشرتك، ويفضل لو بالفوريو للوصول لاقصى استفادة، وانت هتحسي بالفرق جدا في بشرتك بعد ما تخلصي الماسك. بعدين بيجي وقت الترطيب. كريم لوريال الاحمر بالجينسينج والخميرة بيرجع للبشرة المجهدة نضارتها على الفور، وكمان بيدي لون وردي طبيعي حلو كتير، وبيقلل الخطوط الرفيعة وبيغذي البشرة ويرطبها. بنبتدي نوزعه على الوش والرقبة بلطف، ويكون التدليك دايما لفوق او بطريقة الطبطبة. بعدين بغسل وشي في النص التاني من اليوم، وببتدي استخدم ماء الورد. هو كتير مهم لموازنة درجة حموضة البشرة، ودي حاجة طبعا مهمة جدا. كمان بيحارب نمو البكتيريا وبيقلل من حب الشباب وبيقلل من تهيج الجلد واحمراره، وبينظف البشرة وبيقلل من الانتفاخ تحت العين، وكمان بيكون حلو جدا للتجاعيد. وهكتب لكم على نوع كويس في اللينك تحت. بعدين بيجي وقت الترطيب قبل النوم. انا بستخدم كريم فيشي بالكولاجين، هو بيقلل الخطوط الرفيعه والتجاعيد، كمان بيوحد لون البشره، وهتحسي بالفرق من اول اسبوع. كتير كتير حلو، ممكن تستخدميه الصبح او بالليل، ودايما بندلك البشره لفوق او بطريقه الطبطبه. بعدين بتيجي مرحلة ترطيب محيط العين، ودي مرحلة مهمة جدا لأنها بتأخر وتخفف من ظهور علامات التجاعيد حوالين العين وكمان الهالات السوداء، وأنا بستخدم كريم لوريال. بعدين بنيجي لاخر خطوه واحلى خطوه انا كتير بحبها، ترطيب الشفايف بمرطب الشفايف بالالوفيرا. هو كتير بيحافظ على نضارتها وبيحميها من التشققات، كمان بيدي لون وردي حلو وناعم لاطلاله طبيعيه فيكي بتستخدميه الصبح بدل اللبستك.
كده خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه، واذا كان عجبكم بليز دوس لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من القناه. لكم خانه الديسكريبشن لينكات كل الحاجات اللي انا استخدمتها.